أما في تعيينها فإن المسلمين يقولون إنها في رمضان. ونقل علي بن مسعود يريد أن يرغب الناس قال من قام الحول كله أصاب ليلة القدر، لكن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هي في رمضان، وهي في العشر الأواخر أرجى من أن تكون في العشر الوسطى أو الأوائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، وهي في ليالي الوتر أرجى منها في ليالي الشفع، أرجى ولا نجزم منها في ليالي الشفع، وهي في ليلة 27 عند كثير من العلماء أرجى من غيرها من الليالي. هل هي ثابتة أو تتغير؟ بكل قال العلماء، فبعض العلماء يرى أنها ليلة 27 في كل عام، وهذا القول ينسب إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقال به أجلاء العلماء. وآخرون يرون أنها تتنقل جمعا بين الأحاديث، بمعنى أنها قد تكون في عام ليلة 21 وفي عام آخر ليلة 23 وفي عام آخر ليلة 25 وهكذا تتنقل في كل عام، والله أعلم بالضابط في ذلكم التنقل، لكن يبقى أنها ليلة أخفى الله عز وجل وقتها وعينها وتحديدها ليتنافس في ذلك المتنافسون، لكن مضمار التنافس ضيق، فهي كلها عشر ليال، العشر الأواخر من شهر رمضان، ومن قام شهر رمضان كله فقد قامها بلا مرية ولا شك، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه أقوال العلماء في قضية تعيين تلك الليلة، أو أن تجعل على القول الآخر أنها تتنقل في كل عام في ليلة.